مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل اكله كثير طيبه، باذنجان وبندوره وفلفله مشويه. جبت ساج مشان نشوي فيه. هي اكله بالساج كثير طيبه. نقطع باذنجان هيك هذا الشكل، اشرم هذا الشكل بس جهتين. هلا هون بدي احط شوية ملح، رشة ملح وفلفل اسود. هيك رح تحطوا كل الباذنجان، رح تشويهم هون. فيكم تعملوا بالمقلاية صغيرة كمان بتصير. أنا لأنه عندي ضيوف كثير رح أعمل بهي كبيرة مشان نخلصها بسرعة. هذا الشكل أنا هيك بعد ما هدول استووا هاد الشكل رح شيلهم. الملح كمان رح حطه شوي حسب الرغبة، والفلفل اسود. هلا رح اضيف الفلفلة. شوفوا بندورة كله رح يستوي هون. باذنجان تقريبا 3 كيلو، يا 3 كيلات باذنجان، كيلين طماطم او بندورة بهذا الشكل. هلا كلهم بدي احط هيك فوق بعض مشان بسرعة رح قطعهم بهذا الشكل. خلي كبار لهذا الشكل.
حبك. هلا بيدخل باذنجان. هلا بدي اضيف شوية زيت نباتي وشوية زيت الأصلي زيت زيتون. ومعلقة كبيرة فلفل أسود والملح حسب الرغبة. وهيك خلصت الأكل هنا صار جاهز. إذا بتحبوا تشتركوا بقناتي تعملوا لايك ومشان تشجعوني أكثر.